مدينة طرطوس ساعات في الطابور، لقاء سلة غذائية لا تكفي ليومين اثنين. هكذا علقت سيدة سورية في مدينة طرطوس على قصة انتظارها مع آخرين على أبواب الجمعيات الإغاثية في المدينة، واتهمت السيدة المنظمات بعدم الاكتراث للظروف الصعبة للعائلات والكيل بمكيالين فيما يتعلق بتوزيع هذه السلال. حصل تلفزيون سوريا على صور خاصة لتلك الطوابير، وحصل على معلومات تقول أن الجمعيات فرضت شروطا تعجيزية على المحتاجين لقاء حصولهم على سلة واحدة كل شهرين أو ثلاثة. هؤلاء السيدات يتجمعن منذ الصباح الباكر أمام مكتب الهلال الأحمر في مدينة طرطوس أملا في الحصول على حصصهن الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة، لكن الانتظار لعدة ساعات على قارعة الطريق لا يعني دائما حصولهن على ما يبتغين. أم دريد لديها عائلة مؤلفة من 6 أشخاص تعاني من تردي وضعها المادي بسبب البطالة وندرة فرص العمل، لكن الجمعيات والمنظمات الإغاثية في المدينة لا تكترث لحالها وحال مئات العائلات المنتشرة في الأحياء الفقيرة على أطراف مدينة طرطوس ومدن الساحل السوري عامة. معظم هذه العائلات تؤكد أنه لا فائدة ترجى من الهلال الأحمر السوري بسبب غيابه شبه التام عن المشهد الإغاثي في المدينة، إذ إن عناصر الهلال خرجوا منذ نحو 6 أشهر بمهام استكشاف لمنازل المحتاجين، لكنهم كانوا يتذرعون بوجود ثلاجة أو غسالة وأحياناً وجود غرفة جلوس لرفض طلب العائلة بالحصول على المساعدة. شروط يمكن وصفها بالتعجيزية للحصول على سلة إغاثية واحدة كل 2 أو 3 أشهر، ناهيك عن المعاملة السيئة والإذلال الذي تمارسه المنظمات الإغاثية بحق الأهالي. مع اقتراب فصل الشتاء يعاني كثير من أهالي الساحل السوري وخاصة النازحين إليه من انعدام وسائل التدفئة، حيث يأمل كثير منهم الحصول على مساعدة من المنظمات الإغاثية، لكنه حلم صعب المنال حسب أهالي المنطقة الذين باتوا يأملون فقط بالحصول على كرت معترف به من إحدى تلك المنظمات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي عبد السلام حاج بكري من باريس. أهلا بك عبد السلام. أهلا بكم عبد السلام. من هي بداية الجمعيات أو المنظمات الإغاثية العاملة في طرطوس، وشو الشروط اللي عم تضعها على المواطنين للحصول على المعونات، خاصة يعني ذكر التقرير بأنها شروط تعجيزية؟ أول شيء تحية لك وللسادة مشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا الشروط كتير بسيطة وسهلة: أن تكون مدعوماً، أن تكون قريباً لأحد ضباط الأمن، أو تكون قريباً لمسؤول، أو تكون قريباً لضابط كبير في الجيش العربي السوري. هذا هو الشرط الوحيد، لا شرط آخر يفرض على من يأخذ السلة الغذائية. لننظر كيف تتم آلية توزيع السلة الإغاثية في الساحل السوري. أولاً، هناك منظمات، أو دعنا نقول جهات تمثل منظمات دولية تقوم بتوزيع هذه السلال الإغاثية، وهناك الهلال الأحمر السوري. الفروع، الأشخاص الذين يمثلون جمعيات إنسانية أو منظمات إنسانية دولية وإقليمية، هم من ضباط الأمن المتقاعدين ومن المساعدين الأوائل، مساعد أول يعني معروف بسوريا، المتقاعدين الذين اعتادوا سرقة البطانية والبوط العسكري و صابون الغار وما إلى ذلك، هم من يتولون توزيع هذه، استلام هذه الإغاثة، سلال الإغاثة وتوزيعها. يقوم ضباط الأمن بإحضار سيارات مفيمة سوداء رباعية الدفع، عسكرية حديثة جدا جدا ومدنية، يضعون فيها السلال الغذائية، وتذهب هذه السلال إلى منازل الضباط، ضباط الجيش، ضباط الأمن، عناصر الأمن المدعومين، العناصر المدعومين. هناك تأكيدات أن بعض السلال الغذائية تذهب إلى مقرات الأمنية. يعني تصور أنه على عينك يا تاجر، الناس تموت من الجوع، لا تجد سلة غذائية، ليس هناك جهة إغاثية تقدم لها السلة، فيما تأتي سيارات مفيمة رباعية الدفع فخمة ربما يتجاوز سعرها
$50,000 أو أكثر تأخذ هذه السلال الغذائية إلى الأفرع الأمنية في هذا ينطبق على طرطوس وعلى اللاذقية بالدرجة الأولى. هذا ينطبق في الساحل السوري. إذا هذا الجانب من المنظمات الإغاثية الدولية. أما الهلال الأحمر السوري، طيب إذا بدنا نبقى شوي بالدولي، المفروض هذه المنظمات يكون في عليهم رقابة على التوزيع، أين هي هذه الرقابة؟ حقيقة أنا عندما كنت في تركيا تحدثت يعني كثير مع مسؤولين منظمات دولية، أنتم كيف بتدعموا النظام وبتعرفوا آلية التوزيع عنده غير عادلة ويقدموا على عناصره وشبيحته وأمنه وما إلى ذلك. قال أن نقدم بعض الشيء خير أن لا نقدم شيء. نحن نقوم بعمل، نحن نأخذ أموال تصلنا أموال نشتري بها سلال الغاز ونقدمها للناس، أن نحن نعطيها لهم ولا نملك خيارات. يعني يقولوا نحن عاجزين عن أنه نفرض عليهم آلية التوزيع، نحن نعطيهم إياه وهم يوزعوا. وأنا من لما كنت في سوريا يعني خلال السنتين الأوليين من الثورة كان واضح قدامنا، يعني المساعد الأول عنصر الأمن ضابط الأمن هو من يأخذ السلة الإغاثية وبقية الناس لا تأخذ شيء، لا يأخذ سلة الإغاثة إلا كل طويل عمر أو كل طويل أو كل كبير واسطة، يعني خلينا نقول بشكل واضح، يعني المدعومون فقط هم من يأخذون هذه، من يتواصل له ضابط أمن أو مسؤول أمني أو مسؤول مدني كبير يأخذ سلة الإغاثة وتصله دوريا يعني بدون مشاكل. أما الجزء اليسير الذي يتبقى هذا ما يتصطف عليه هؤلاء الناس الذين يتعرضون صورهم الآن على شاشة التلفزيون وهم الأكثر احتياجاً لهذه السلع تماما. هؤلاء لا يحصلون على أكثر من 10% من السلال الغذائية أو من المعونات الدولية التي تصل إلى الشعب السوري. نعم، هذا بالنسبة للمنظمات الدولية. ماذا عن الهلال الأحمر؟ يعني كما ذكر التقرير أيضا أنه خرج عناصر من الهلال الأحمر من 6 شهور تقريبا وداروا على البيوت وحطوا شروط تعجيزية. يعني بصراحة أنا وعم بقرأ الموضوع ذكرت حلقة ضيعة ضايعة تبع المعونات أيضا، قالوا له أنت إذا عندك طقم وجرافة ما بيطلع لك معونة، ونفس الشيء عم يعملوا هون. هذه ادعاءات، يعني هن حقيقة يتعللون بأي سبب من أجل عدم تقديم السلة الغذائية، ولأنهم لا يمتلكون هذه السلة، لأن هذه السلة تذهب منهم، هم يعطونها كما قلنا. طب الهلال الأحمر السوري من يدعمه؟ تماماً. وماذا يقدم؟ الهلال الأحمر السوري مؤسسة تتبع نظام البعث، تتبع نظام الأسد، هي كبقية مؤسسات نظام الأسد، هي فاسدة، هي الرشاوة، هي القتل. دعنا نذكر ما فعلت الهلال الأحمر السوري في بداية الثورة. استخدمت سياراتها لنقل الذخيرة والأسلحة لعناصر الجيش السوري، عناصر الميليشيات والشبيحة. الهلال الأحمر السوري تم اعتقال متظاهرين داخل سيارته، يقاد المتظاهرون المعتقلون داخل سياراته، وهذه يعني ليست معلومة خاصة بها، هذه فيديوهات واليوتيوب مليء هذه المشاهد والصور. إذن الهلال الأحمر السوري مثل بقية يعني مؤسسات نظام البعث فاسدة ومرتشية وشريكة له في قتل الشعب السوري. على فكرة والسوريون يعرفون ذلك، في طرطوس وفي اللاذقية يعرفون ذلك، ويعرفون هؤلاء المصطفين يعرفون أن الهلال الأحمر يعطي هذه السلال لمن لا يستحقها، لمن لا يحتاجها، ولكن أصلاً المحتاج يعني يتمسك بقشة مثل ما بيقول تماما، وينتظر لخمس ساعات وربما لخمسة أيام لينالها. دعني أذكرك بمسألة يا أخي لو سمحت. كثير من الفيديوهات شاهدناها ووصلت إلى الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة في تركيا والأردن ولبنان تشير بوضوح إلى أن الخيم التي كانت توزع المفروض أنها توزع للنازحين داخل المناطق السورية كانت تبنى فيها تعطى للميليشيات الشبيحة التي تعمل على أساسها على الجبهات الإرهاب ويسكنون داخلها. كثير من الفيديوهات تثبت أن سلال الغذائية من الهلال الأحمر السوري كانت تصل للميليشيات المقاتلة التي تقتل الشعب السوري، وهذه فيديوهات، يعني هذه كما قلت ليست معلومات حصرية. إذن الهلال الأحمر السوري شريك في هذه القصة. ووصلت هاي المعلومة أستاذ عبد السلام. خلينا نحكي شوي على موضوع الطوابير. يعني أيضا من المستهجن والغريب أن تكون الطوابير حتى على أبواب الجمعيات، خاصة أنه يعني ليش ما بيعطوهم دور؟ ليش ما بيتم تنسيق هذا الموضوع؟ لأنه هذه المساعدات لا توزع بشكل يومي، هي ليست مثل الأفران مثلا وغيره. ليش هاي الطوابير؟ ولا خلص اعتدنا على رؤية الطوابير؟
يعني مثل ما بتعرف انت بدولة البعث لا نظام ولا قانون، قانون الغاب، قانون التشبيح، قانون القوة، قانون الدعم، هذا الوضع في سوريا. لا يسلكون اي طريق منهجي، طريق مدروس، طريق منظم، برامج محددة، مواعيد محددة، اماكن محددة، ناتي اليكم نعطيكم السلة او تاتون الينا او لا نوزعها او نوزعها، يعني ليس هناك شيء واضح. هؤلاء الواقفين على الطوابير، هؤلاء ربما لا يعرفون أنهم إذا كان لهم حق أو لم يكن لهم حق، يعني هم يأخذونها كل شهر أو شهرين أو ربما 3 أشهر وربما بعضهم لا يأخذها. هذا هو الوضع في سوريا، هذا هو السيستم العام في سوريا، لا شيء منظم ولا شيء مدروس بشكل يريح المواطن. المواطن يتعب من أجل الحصول عليه وقد لا يحصل عليها، يعني هذا هو السيستم العام. صحيح، يعني والأسوأ من هيك المعاملة السيئة والإذلال اللي عم يتعرضوا له، يعني كتير عيب على منظمات دولية عاملة تعامل الناس بهذه الطريقة. حقيقة دعني أقول لك، يعني لم تعد ما نراه الآن، هذا ليس، هؤلاء لا يقفون أمام أبواب منظمات دولية أو الهلال الأحمر، هؤلاء يقفون على أبواب لئام، أبواب شبيحة أو ضباط أمن، قتلة ومجرمون ساهموا بقتل الشعب السوري. كيف تتوقع أن يعاملوا البسطاء والمساكين والنازحين من هذا الشعب السوري الذي هم قتلوا؟ يعني أمر طبيعي، أمر مألوف، وبات مشهد الطوابير ديكور، صار فلكلور بس بسوريا. تماماً، يعني تماماً، يعني هذا ما قصدته فعلاً، يعني أنه حاجتنا تمام. مظاهر طوابير فعلاً حتى على الجمعيات. طيب خلينا نحكي على هي السلة الغذائية اللي عم ينطروها الناس بالأيام، شو بتتضمن؟ يعني شو الكمية الموجودة فيها، ولمين عم تعطى تحديداً، ومين عم يمولها لهيدي السلة الغذائية بالذات، وشو مصدرها إذا عندك معلومات؟ صديقي، غالب السلة الغذائية طبعا تمويلها دول من الأمم المتحدة والمنظمات العاملة مع الأوتشا والمنظمات التي تقدم هذه السلة، يتم شراؤها في لبنان والأردن وبعض الأحيان في العراق، وتعبئتها وإيصالها إلى الساحل السوري أو إلى سوريا بشكل عام لتوزع نظريا على من يحتاجها. إذا كان 90% من هذه السلة يذهب إلى كما قلنا علية القوم من الشبيحة والضباط وما إلى ذلك، يبقى 10%. ماذا تفعل هذه المنظمات التشبيحية؟ هؤلاء الممثلين لهذه المنظمات، هؤلاء الشبيحة، ماذا يفعلون؟ يقومون بتفريغ هذه السلال وتوزيع وتحويل كل سلة إلى ثلاثة سلال أو 4 أو 5 ربما، وبدل أن يكون لديهم مثلا 100 سلة يصبح لديهم 300 سلة أو 400 سلة، ويعطونها للبسطاء والفقراء. هذا 10% فقط، يعني 90% راحت هذيك خلصت. 10% يتم توزيعه على سلال كثيرة جدا تفوق العدد الأصلي طبعاً ب3 أضعاف، ويوزعونها على البسطاء والمساكين. وهذا السبب اللي عم يقوله المواطنين أنه ما عم تكفيهم، هذا هو السبب تماماً. تماماً، يعني المخصصة لعائلة واحدة يتم توزيعها على 3 عائلات أو 4 عائلات. هلأ من النظرة يعني بنظرة عامة، أنت بتقول الغاية ربما تكون إيجابية، غاية خيرية، أنه يعني بدل ما تستفيد عائلة يستفيد 4 عائلات، ولكن الحقيقة لو أنه 90% التي سرقها، هي سرقة طبعاً، هي سرقة طبعاً، لو أنه هذه 90% وزعت على الناس ربما كانت تكفي فعلاً، يعني وربما تحصل الأسرة على سلة واحدة أسبوعياً. وفي بداية الأحداث، في بداية الأحداث أو الثورة في سوريا كانت تصل أعداد هائلة، ورغم ذلك لم يكن يحصل عليها إلا الكبار والمسؤولين الكبار، ويبيعونها، يكلفون ناس يبيعها، وكانت تباع على البسطات، وكان واضحا ذلك، وهذا الوضع مستمر حتى هذه اللحظة. يعني كثير منشوف بالأسواق الغير نظامية، وكل شيء غير نظامي في سوريا طبعا، ولا سيما أسواق الجمعة والسبت، وكذلك تباع هذه السلال، تباع مفردات هذه السلال، محتويات هذه السلال على البسطات وبأسعار غالية ومرتفعة لا يستطيع حتى البسيط شراءها. كان الله بعون السوريين، يعني من أين لهم أن يتعاملوا مع هذا النظام المجرم الذي يسرق لقمة عيشهم التي لا يدفع ثمنها شيء. تماماً، يعني تماماً صحيح، أنه حتى المساعدات المخصصة لهم للأسف لا تصل لهم. شكراً لك عبد السلام حاج بكري، كنت معنا من باريس، شكراً لك. عفواً، شكراً لكم.